يوتا مش بيهزر وجاي عشان يعدم يوجي بسبب حكم الاعدام اللي صدر عليه. عشيرة الزنن بتتقلب كلها على بعضها بعد موت القائد نوبيتو. لعبة الاعدام بتبدأ، وطبعا كل ده اثناء ما كوجو لسه محبوس. ازيكم يا جماعة، معاكم نرد الانمي. في السلسلة دي عايزين نجرب نكمل احداث جوجوتسو كايسن بعد الموسم الثاني بعد ارك شيبويا عشان نشوف ايه اللي هيحصل بعدين، ومنها برضو عشان نراجع الفصول الاسطورية اللي هتعدي عليه. فمن غير كلام خلونا نبدأ، ولكن لو عايزيننا نستمر فعلا في السلسلة دي قولولنا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وما تنسوش تصلوا على النبي طبعا. ويلا نبدأ على طول. بنبتدي المشاهد في لقطات من عشيرة الزنن، بتشوف فيها نوايا الشمان من الدرجة الأولى الخاصة اللي بتشوفه بيروح يجتمع مع أوجي وجينشي. كلهم طبعا عارفين اللي بيحصل وعارفين إن هيكون في قائد جديد لو نوبيتو مات فعلا. نوايا ده شخصية مستفزة حبتين، شكله كده عنده عقدة مع إخواته كبار، دايما بيقولوا ان هم فاشلين وهو الوحيد اللي ناجح فيهم، وواثق جدا من نفسه ان هو هيكون الرئيس الجديد. وفعلا اثناء ما كانوا بيتخانقوا وعمالين يحطوا على بعض كده، بيجي لهم خبر وفاة نوبيتو الرسمي. الوصية بتاعته بتتقري، وبتشوف ان هو بيوكل نوايا فعلا كرئيس العشيرة الجديد. ولكن في ملحوظة صغيرة كده في وصيته، بيقول لو مات كوجو او اصبح غير عاقل لاي سبب من الاسباب، كان في اتفاقية مع توجي ان ساعتها هيكون ميجومي هو رئيس العشيرة. طبعا نوايا اول ما بيسمع كده مش بيصدق نفسه وبيتشل بالمنظر ده. هو اصلا شخصية معقدة وشايف نفسه على الكل، ماي وماكي بالنسبة له نكرة، ودلوقتي هدفه الجديد ان هو يقتل ميجومي. في اللحظة دي بنرجع بقى وبتشوف الاسطورة تشوسو وهو قاعد مع يوجي، وهو طبعا بعد اللي حصل ده هتبقى عنده عقدة كبيرة جدا بسبب سكون اللي جواه. دلوقتي بيقول ان هو حاسس ان قوته بتزداد. تشوسو بيحاول يطمنه وبيقول له ارجع لمدرسة الجوجيتسو، ولكن يوجي خايف طبعا وبيقول شكل سكون كده بيحضر لحاجة اكبر، وبيفتكر اللي عمله مع ميجومي، وبدا يحس انه فعلا ممكن يكون عايز حاجه من ميجومي. بتشوفه بيندم على كل اللي ماتوا في شيبويا بسببه، وكمان بيحس بالذنب انه قتل اخوه تشوسو الصغار اللي هو لسه مش مقتنع ان هم دول اخواته بشكل من الاشكال. تشوسو طبعا الاسطوره بيتجاوز الموضوع ده وبيقول مش مشكله، هما لو كانوا في نفس الموقف بتاعي برضه كانوا هيقولوا نفس الكلام. فبيقرروا ان هم يروحوا ويخلصوا على بقيه الارواح الملعونه اللي موجوده. والصراحه تصاميم شخصياتهم بالمنظر ده اسطوري جدا جدا. يوجي بالندب اللي في وشه بقى فخم جدا، وتشوسو اوريدي اصلا الديزاين بتاعه خرافي. فبيطلعوا فعلا عشان يخلصوا على بقيه الارواح الملعونه، وبنشوف يوجي بالوضعيه والفريم الاسطوري ده، وبعد كل الطحنه اللي حصل في شيبويا لسه فعلا قادر يقاتل ويكون سريع ولا كانه مصاب او اتعرض لقتالات كتير. بيطلع يجري وبيلم معاه شويه ارواح ضخمه كده بتجري وراه، بيجمعهم عشان في الاخر تشوسو يعمل تقنيه الدم الثاقب ويخلص عليهم في ضربه واحده. بتتبقى لعنة بتنط كده ويوجي بيضربها على طول. وتشوسو طبعا منبهر زي ما قلنا ان يوجي بعد كل الطحن وبعد كل اللي حصل له لسه قادر يقاتل ويقف زي كده، كل ده وهو لم يتعافى بشكل كامل لسه. بيقول له مبهر كالعاده يا اخي الصغير. يوجي لسه مش مقتنع وبيقول انت لسه بتناديني بالكلام ده. تشوسو بيقول له هفضل اناديك كده مرارا وتكرارا. وبيساله بيقول له انت والدك كان على جبينه علامات الغرس صح، اللي هي نفس علامات جيتو المزيف. هنعرف الحقيقة وهنشوف مين هم اهل يوجي بعد شويه. طبعا يوجي بيستغرب حبتين، ولكن ممكن السؤال ده يفتح له ذكرى هنشوفها قريب. الاخ نوايا بيتدخل بقى وهو عمال يبحث على ميجومي عشان يخلص عليه، على اساس يعني انه واثق تماما انه هيقدر على ميجومي. طبعا الاثنين بيستغربوا وبيقول مين ده وعايز ايه. نوايا بيقول انا كل اللي هممني هو ميجومي دلوقتي، ما يهمنيش اذا انت مت ولا لا، ولكن مش هينفع اسيبك تتجول كده فهكسر رجلك. يوجي بيقول له انت عايز ايه من ميجومي؟ بيقول انا عايزه يموت، ولكن هتكون حاجه تساعد برضه لو كتب حاجه صغيره قبل ما يموت، يقصد وصيه. وفي لمح البصر من غير ما يلاحظه اصلا بيقف ما بينهم، بيدي بوكس ليوجي على طول وبيختفي من النص برضه. تشوسو ويوجي مبهورين بالسرعه الخرافيه دي، ونفس الكلام نوايا حس ان يوجي اقوى مما اعتقد، وبيقول شكل كده هجرب ان انا ازود سرعتي. ولكن هما الثلاثه بيستشعروا حضور جبار لدرجه ان يوجي بيشك ان هو كوزو، ولكن بيقول لا ده شيء مريب اكتر كمان. وبتشوف المنظر ده يوتا وهو واقف كده وهو ناوي طبعا انه يعدم يوجي.
كلهم بيستغربوا طبعا ومش عارفين مين الاخ ده بينط وبيكسر الدنيا. شوسو يوجي اتصدموا طبعا من قوته الغريبة دي وجاي بالراحة وبيقول مين هو ايتادوري يوجي. شوسو بيقول زي ما توقعت هو فعلا منفذ اعدام يوجي. نوايا طبعا بيقول انا حليفك انا معاك انا عايز اخلص على ايتادوري برضه. شوسو طبعا بيوشوش يوجي وبيقول له انت لازم تهرب. صاحب الشعر الذهبي يقصد نوايا بيقول ان السرعة بتاعته دي مشكلة ولكن انا هحاول اعيقه. فبالتالي هو هيخلي يوجي بس يهرب من يوتا. نوايا بكل بجاحة بيقول يوتا لو قدرت تقتل يوجي حاول تخبي الموضوع شوية عشان انا عايز استخدمه كطعم عشان اقابل شخص معين. كان هيقول ميجومي ولكن حس انه هيفضح نفسه فبيتراجع عن الموضوع طبعا. فيوتا بيقول خلاص تمام هسيب التاني عليك انت. وفي اللحظة دي الكل بيستعد حرفيا. يوجي بينطلق بسرعة جدا عشان يهرب ولكن يوتا بيجري في السرعة. يوجي منبهر ان هو بالسرعة الخرافية دي ونفس الكلام يوتا كان مفكر ان هو هيقدر يقتله من الانطلاقة الاولى بس. بتشوف بقى القتال ما بين شوسو ونوايا. شوسو بيستخدم قدرات الدم بتاعته ولكن نوايا طبعا عارف كل حاجة وبيكشف تفاصيل التقنية. فبيقول له خلاص كش ملك انت دلوقتي هتموت على اساس يعني ان هو فهم كل حاجة. ولكن شوسو بيبصله بصة الاستحقار دي وبيقوله انت فاكر ان انا هسيبك بعد ما كنت بتحاول تموت اخويا الصغير. فاعتقد ان في الاحداث دي شوسو من افضل الشخصيات فعلا. ويوتا نوعا ما بسبب اللي بتشوفه منه دلوقتي ممكن يكون الناس مش مستظرفاه انه جاي وعايز يقتل شخصيتنا الاسطورية يوجي بكل بساطة ودم بارد كده وما بيحملش اي مشاعر خالص. فاللي هو ممكن ان يوتا في اللحظات دي الناس بدأت تشك فيه وبدأت نوعا ما تحبوش ولكن هنعرف لو الشعور ده هيستمر معانا ولا لا. يوتا طبعا بقى بيستخدم السلاح بتاعه وبيحاول يخلص على يوجي بسرعة ولسه منبهر برضو ان هو سريع جدا وبيشبهه بماكي. يوجي بيمسك العربية وبيرميها على يوتا وبيحاول يطلع يجري بالمنظر الظريف ده عشان هو حاسس ان القتال في الاماكن الضيقة هيكون احسن بالنسبة له مع يوتا. ولكن يوتا بيسد عليه الطريق طبعا. يوجي بيقول رغم ان هو ما يملكش القوة الجسدية الخرافية ولكن عنده طاقة ملعونة هائلة. ويوتا نفسه بيعترف بده وبيقول انا ضعيف. هو بكل بساطة بيعوض الطاقة الجسدية بالطاقة الملعونة الجبارة بتاعته. وكمان يوتا بيقول ان كمية الطاقة الملعونة بتاعتي اكتر من جوجو نفسه. ولكن بيقول ان جوجو عنده الست اعين فالطاقة الملعونة اللي بيتم فقدانها اثناء تنشيط تقنيته دي بيقترب من الصفر. وبيقول طبعا سينسي هو الافضل انا لو فقدت الطاقة الملعونة مش هقدر اعمل حاجة. وفعلا ده كلام صحيح ونقدر نشوفه على تصميم الشخصية ان الكاتب رسمه ضعيف نوعا ما مش معضل كده وشاحب الوجه وتحت عينه اسود فتصميمه فعلا مناسب جدا لتقنياته وقدراته الحقيقية. يوجي بيحاول يهرب من ضرباته برضه وبيفتكر كلام البرازر تودو بيقول له ان تدفق الطاقة للشامان النخبة صعب جدا انك تقراها لان المقاتل النخبة عنده تحكم اكبر بكتير في الطاقة الملعونة لدرجة انك مش هتقدر فعلا تعرف الضربة جاية منين غير لما تتنفس. ولكن يوجي بيقول ان الشخص ده كمان الطاقة الملعونة بتاعته بتتدفق في كل مكان حتى السيف بتاعه. فبيعرف ان الموضوع صعب جدا ولكن بيفتكر الجملة الباقي عليك واللي قالها نانامي. فيوجي بيقولها بكل صراحة بيقوله انا اسف. بيقول لسه مش هينفع اموت دلوقتي. فاللي هو دلوقتي عرفنا ان يوجي حاسس بالمسؤولية فعلا وبعد كل اللي حصل في شبويا بالعكس ده بقى هو اكثر نضجا وبقى حاسس فعلا ان هو يقدر يعمل حاجة ويقدم حاجة للناس اللي ماتوا ووقعوا ضحايا في شو. فبيكملوا بقى القتال الاسطوري بتاعهم ويوجي هنا بينوي ان هو لازم يعمل حاجه للسيف اللي مسبب له مشاكل كتير. بينط كده على العربيه 4x4 ومره واحده بنشوفه طلع سكينه من العدم. فيوتا بيعرف ان دي سكينه نجاه كانت موجوده في عربيه الدفع الرباعي وطبعا يوجي قادر يحمي نفسه بيها ويضرب السيف بتاع يوتا من خلال ان هو بيشبعها بالطاقه الملعونه. وبيفتكر كلام كوجو سينسي ساعه ما كان بيقول ان الاسلحه فعلا مهمه ولكن لو انت اعتمدت عليها اعتماد كلي ده ممكن يخليك تهمل التحكم بالطاقه الملعونه فانت لسه مش مستعد للمرحله دي. في اللحظه دي يوتا عرف ان يوجي مركز جدا على السيف بتاعه فبيديله ركلة أمامية خرافية بيضربه ضربة بالسيف وبيكسر السكينة اللي كان ماسكها. ولكن يوجي بذكائه برجله الشمال بيحبس السيف وبيكسره برجله اليمين. يوتا هنا بيتصدم وبيقول متوقع من طالب كوجو سينسي أكيد التعامل معاه مش هيكون سهل. في اللحظة دي احنا حسينا ان فعلا لو القتال فضل مستمر يوجي ممكن يتطور وممكن يحط يوتا في مشكلة لانه كسر السيف بتاعه ولغاية دلوقتي يوتا مش قادر يعمل له حاجة. فهنا حسينا
نيوتا الخرافي وكل الكلام ده يوجي ممكن يتعداه، ولكن بيجي الرد بسرعة جدا في لقطة مرعبة ومفاجأة. ريكا بتمسك وش يوجي بالمنظر ده وبتقول هو ايه اللي بيحصل هنا. في اللحظة دي كلنا ادركنا ان لسه المشوار طويل حبتين على يوجي لغاية ما يقدر يتفوق على يوتا. فيوجي طبعا مصدوم ومتكتف ومش قادر يتحرك، بيقول ريكا هل هي شيجاجامي برضو؟ وبتيجي اللقطة المرعبة، يوتا بيمسك السلاح المكسور بتاعه وبيقول لريكا امسكيه من اجلي، وفعلا بيغرس السيف في قلب يوجي. مش بيهزر ولا كده وكده، السيف فعلا تم غرزه في قلب يوجي. وفي اللحظة دي بقى بنشوف شوية مشاعر من يوتا، بيقول له اسف يا ايتادوري. بتشوف سكنة اللي جوه يوجي بقى بيستغرب كده، ولكن شكله بيلاحظ حاجة وبيضحك على طول. فايه اللي هيحصل؟ هل هيطلع ولا هيقدر يعمل حاجة؟ هنعرف دلوقتي. هنرجع ونعرف ايه اللي حصل ليوجي، ولكن دلوقتي بنكمل القتال بتاع تشوسو ونوايا. نوايا لسه سريع جدا وبتشوفه بيمسك تشوسو وبيستخدم تقنية الفريمات او الاطارات زي نوبيتو بالظبط. تشوسو طبعا لسه عارف ان السرعة دي مشكلة كبيرة، وهو مش قادر فعلا يفسر التقنية اللي بيستخدمها نوايا. تشوسو هنا بيقول انسى موضوع التقارب، انا حتى مش قادر اتحكم بالدم اللي خارج جسدي. نوايا هنا بيعترف بقوة تشوسو وبيقول انت مين بجد. وفعلا يا جماعة تشوسو اللي بيظهره ده قوة خرافية جدا، لان نوايا زي ما شفنا مش طبيعي، ده رئيس عشيرة الزنن الجديد وسريع لدرجة خرافية. فان تشوسو يفضل واقف لغاية دلوقتي دي حاجة كبيرة جدا، ولكن شكله كده هيعمل حاجة تانية. بيقول انا الاكبر من بين 10 اخوة، وبيستخدم حاجة اسمها النطاق الاحمر المتدفق الكون. وخلينا اقول لكم يا جماعة ان السؤال اللي سأله نوايا لتشوسو ده يوضح لينا فعلا تشوسو شايف نفسه ايه ومدي قيمة لنفسه ازاي. هو قيمته بالنسبة له ان هو الاخ الاكبر لاخواته الصغيرين. نوايا هنا بيقول ده مش جواب، انا هنا بسأل عن تقنيتك الملعونة وقوتك. ولكن ما بيكملش كلامه، وبنشوف ان تشوسو سرعته بقت كبيرة جدا. في اللحظة دي نوايا بيعرف ان هو بيتطور، واستخدم تقنية النطاق الاحمر المتدفق ده على عضلاته الخارجية عشان يزيد من قدراته البصرية والديناميكية. ولكن نوايا بيديله ضربة في بطنه كده قوية جدا بتسبب في نزيف كبير جدا. في اللحظة دي نوايا اضطر بكل خبث ان هو يستخدم السلاح اللي كان مخفي. فهنا نوايا فكر ان هو سبب مشكلة لتشوسو، النزيف الكبير ده، على اساس بقى انه هيكون مشغول ان هو يوقف النزيف وهيفضل يضربه، فالموضوع هيبقى صعب عليه. ونوايا هنا بيقول لنا ان برضه مش كويس ان الشمان يمتلكوا سلاح، لان اغلبهم بيعتمدوا اعتماد كلي عليه. وبيقول انا مش مصدق ان كل اخواتي الكبار بيستخدموا السيوف بالمنظر الغريب ده. تشوسو هنا بيقول له يبقى انت كده بتكره اخواتك صح؟ فبيقول ايوه طبعا. وبيقول لنا مفيش معنى لاخ اكبر اذا كان اقل من اخيه الصغير، الاحسن ان هما يموتوا نفسهم وخلاص. شخصية معقدة فعلا، ولكن تشوسو هنا بيعلمه وبيدينا درس جامد جدا. بيقول مش ممكن بسببهم انت من انت عليه اليوم. فنوايا هنا بيقول ايه السخافة دي، انت قلت حاجة مقرفة دلوقتي صح؟ فتشوسو هنا بيقول كلام جميل جدا، بيقول سواء كان الاخ الاكبر متفوق او اقل من بقية اخواته، هو كده كده هيفضل هو القدوة، لان لو الاخ الاكبر ارتكب خطأ اخواته الصغيرين هيتعلموا من الخطأ ده، واذا عمل حاجة حلوة او اختار طريق صحيح فاخواته الصغيرين هيتبعوه في الطريق. فبيقول له ليه ما تقولش انك انت قوي دلوقتي بسبب ان اخواتك الكبار ضعفاء؟ انت سالتني انا ليه قوي صح؟ انا هجاوبك دلوقتي، ده عشان انا ما كنتش قدامي اي قدوه فاستمريت في ارتكاب الاخطاء، ولكن بعد كل ده لازم برضو امشي قدام اخواتي الصغيرين وارشدهم، وده هو السبب اللي مخليني قوي لغايه دلوقتي. كلام حقيقي وواقعي جدا واسطوري من تشوسو. في اللحظه دي بقى بنشوف كميه دم مش طبيعيه بتطلع من تشوسو. نوايا بيستغرب وبيقول معقول هو لسه عايش بعد كل فقدان الدم ده؟ والراوي هنا بقى بيقول لنا ان الديث بينتينجز او ارحام الموت عندهم مزيج ما بين دماء الارواح والبشر، وعندهم برضو قدره خاصه بتخليهم يقدروا يحولوا الطاقه الملعونه الى دم. فبكل بساطه طالما عندهم طاقه ملعونه مش هيموتوا بسبب فقدان الدم ابدا. فتشوسو هنا بيعمل انفجار كبير من كميه الدم دي بتخلي نوايا يتراجع، وبيحس هنا ان الهجوم بطيء نوعا
ما، ولكن ده كان مجرد تجتيت انتباه، لان تشوسو جاله من الجنب كده وبيستخدم تقنية الدم الثاقب نوايا بيهرب منها بسرعة جدا، ولكن هو واقف كده بيحس بتقل كبير في رجله. بكل بساطة الدم بتاع تشوسو اللي موجود على اللبس بتاعه تشوسو بيتحكم بيه، فبالتالي هو متقل جسمه اكتر، وده حل عبقري من تشوسو انه يقلل من سرعة نوايا. وعلى طريقته بيرد بنفس الجملة بتاعت نوايا، بيقولوا انت عارف اللي هيحصل بعدين كش ملك. نوايا لسه واثق وبيقول في نفسه انه تقنيته هي تتبع حركة المسارات 24 اطار في الثانية، فلسه هيقدر فعلا يتفادى الهجوم. واقفين قدام بعض، ولكن بتحصل حاجة غريبة بتخلي نوايا يستغرب، والراوي هنا بيقول لنا ان هي دي تقنية شوسو الاصلية. شوسو ما اطلقش الضربة اللي احنا متعودين عليها، الضربة اللي عملها دي ابتكرها تشوسو وفضل يطورها ويسقلها لمدة 150 سنة. تشوسو بيقول اسمها سوبر نوفا. الضربة دي هي ببساطة انفجار لكمية دم كبيرة جدا موجودة في الوسط كده، بتصيب نوايا في كل انحاء جسمه. وتشوسو بيقوله اسف ولكن انا لسه مش قادر. ازاي انت مش قادر تحب اخواتك؟ ولكن في اللحظة دي يوتا بيتدخل بكل برود، وهو ماسك يوجي الميت بايده اليمين بيضرب تشوسو بايده الشمال بيخليه يفقد الوعي، وبيقول شكلك بتتألم يا نوايا. في اللحظة دي نوايا بيحس ان هو بيبصله بتعالي شوية. نوايا هنا بيحس انه تسمم، بيحس بحاجة غريبة جواه، فبيعرف ان الدم اللي عمال يتدفق ده بكل بساطة مش دم بشري، وبكل بساطة جسمه بيرفض الدماء الغير بشرية. فيوتا هنا بعد كل ده بيقول له انا هعالجك بالتقنية الملعونة العكسية، ولكن بشرط عايزك تبلغ كل الرؤساء ان ايتادوري مات. فيوتا عايز ايه بالظبط وليه بيعمل كل الالعاب دي؟ هنعرف بعد ما نشوف الفلاش باك الاسطوري بتاع عيلة يوجي. بنشوف واخيرا ابو يوجي اللي اسمه جين هو ماسك ابنه الصغير بالمنظر ده، وطبعا ابوه اللي هو جد يوجي بيقول له ممكن تعيش بالطريقة اللي انت عايزها، ولكن لازم تتخلى عن تلك المرأة. هو في ايه بالظبط يا جماعة؟ هنعرف دلوقتي. الجد بيقول له هتموت، وبتشوف شكله اللي نوعا ما شبه سكنة بزيادة يا جماعة هنا، اللي هو لو حطينا له شوية الخطوط حرفيا هيبقى سكنة اللي في اخر الفصول دلوقتي. شين هنا بيقول له ما تتكلمش بالاسلوب ده قدام يوجي، لان بيقولوا ان الاطفال بيتذكروا مش زي ما احنا مفكرين. فبيصوت وبيقول له انا عارف انك انت كنت عايز طفل من كوري وما قدرتش تجيب، ولكن موتها كان موت مين بالظبط؟ في اللحظة دي النقاش بيتقطع، وبتشوف ام ايتادوري وهي بتقول له انت بتتكلم عن ايه بالظبط؟ وبتشوف المنظر المرعب ده يا جماعة، منظر حرفيا لا مرعب بجد. الموضوع مش زي ما كان شوسو مفكر ان الوارد هو اللي عنده ندب في جبهته، بل دي كانت ام يوجي. اتوقع الموضوع واضح زي الشمس، تحس ان كاتب جوجيتسو سرق نظرية هيسوكا ام جون وطبقها بجد في السلسلة بتاعته، عشان نقول ان جيتو المزيف او العقل هو ام يوجي. في اللحظة دي بقى بنشوف ان يوجي استيقظ مرة واحدة كده ويوتا قاعد قدامه. ايه اللي حصل بالظبط؟ بتشوف ان يوتا بيضحك جدا وفرحان وبيقول انا ارتحت دلوقتي، واتوقع كلنا ارتحنا برضو بعد اللي شفناه. يوتا بيكشف لينا كل حاجة بقى، بيقول ان كوجو جالي في شهر سبتمبر تقريبا وقال لي ان انا لازم اراقبك، فكل اللي انا عملته دي ببساطة تمثيلية كانت لازم تتعمل. وبتشوف الفلاش باك ساعة ما كوجو كان بيقول له كده، لما كان بيقول له لو حصل لي اي حاجة انا عايزك تعتني بطلاب السنتين الاولى والتانية، فيوتا بيقول له هيحصل ايه يعني هتكون عندك حبيبة؟ فكوجو بيقول له انت بقيت تنكد دلوقتي صح؟ بيقول له انا خايف على ايتادوري زيك بالظبط، لان هو كان عنده اعدام سري. فبكل بساطة بدل ما يكون في واحد تاني ينفذ حكم الاعدام ده، هو تكفل بالحكم ده ووعدهم فعلا ان هو هيقتل ايتادوري. طبعا كانوا ممكن ما يصدقوش يوتا ويقولوا ان هو هيلعب علينا، ولكن يوتا عمل عقد ملزم ان هو لازم يقتل ايتادوري. فببساطة عشان وجود العقد الملزم ده يوجي كان لازم يموت فعلا بجد. فالسؤال اللي بيطرح نفسه هو ازاي يوجي لسه عايش؟ يوتا بيقول بسبب التقنية الملعونة العكسية، في نفس الوقت اللي السيف اخترق في قلبك عالجته بسرعة جدا بالتقنية بتاعتي. يوجي بيقول له انت ليه بتعمل كل ده؟ فيوتا بيقول ده عشان انت شخص مهم لاشخاص مهمين بالنسبة لي، انا برضو في وقت من الاوقات تحملت قوة ما اقدرش اتعامل معاها، انا فكرت ان القوة دي تم فرضها عليا، ولكن اتضح في الاخر ان انا اللي قمت بوضعها بنفسي. بس الموضوع العكس بالنسبة لك، القوة اللي انت بتحملها مش ملكك.
فبالتالي محدش يقدر يلومك. يوجي هنا كان هيبدا يفضفض شويه وبيقول انت مش فاهم الموضوع مش متعلق ده لو كان خطأي ولا لا. وفي اللحظه دي بنشوف تدخل ميجومي الاسطوري اخيرا. يوجي طبعا بيتصدم وميجومي بيقول له انت بتعمل ايه؟ خلينا نرجع لثانويه الجوجيتسو. يوجي بيقول له ما تتصرفش كان كل حاجه طبيعيه. وهما قاعدين بيكلموا بعض كده يوتا بيقول حاجه مهمه جدا، بيدخل شويه في مشاعر يوجي وبيقول في نفسه ان هو بيقاوم انه ما يموتش، ولكن انا براهن ان هو لسه مش متاكد هل هو يستحق انه يعيش ولا لا. يوجي هنا بيصوت بقى وبيشيل المسؤوليه كلها وبيقول انا قتلت اشخاص كتيره كلهم ماتوا بسببي. فاللي هو فعلا دي هتكون صدمه او تروما كده هتفضل مستمره مع يوجي لفتره حلوه. ولكن ميجومي بيرد عليه وبيقول له ما تكونش اناني، دي غلطتنا كلنا، ما تشيلش العبء بمفردك فقط. وبيقول له احنا مش ابطال بنقاتل من اجل العداله، احنا شمال محدش يقدر يحكم علينا، فبالتالي احنا لازم باستمرار ان احنا لنثبت قيمه وجودنا، وفي نفس الوقت احنا لا نملك الرفاهيه للتفكير عشان نفسنا، كل اللي نقدر نعمله هو انقاذ الناس. وبيقول له فعشان كده ابدا بانقاذي يا ايتادوري. هو ايه اللي مره واحده كده ميجومي بيطلب من يوجي ان هو ينقذه؟ وهنا بقى بتتقدم لينا المصيبه اللي جايه بعد شيبويا على طول. بيقول ان نوريتشي خطط لمستعملين الجوجيتسو اللي هيتواجهوا في لعبه الاعدام، وتسوميكي متورطه في اللعبه دي واللي هي ببساطه اخته الكبيره. فايه هي قوانين لعبه الاعدام دي وايه اللي هيحصل فعلا بعد الاحداث دي؟ ده اللي هنعرفه في الفصول اللي جايه. كل الفصول اللي فاتت اسطوريه جدا، شفنا فيها اسرار يوجي وعيلته، شفنا فيها بدايه لاحداث جديده، شفنا يوتا اللي هيكمل معانا لفتره حلوه، وعرفنا ان هو مش ناشف قوي كده وجاي يقتل يوتا بجد، ده طلع شخص جميل جدا وجاي ينقذه فعلا. شفنا تشوسو اسطوري جدا، وشفنا ان عيله الزنن مقلوبه دلوقتي. فاللي هو فعلا الاحداث رهيبه جدا والريتم لا يقل روعه ابدا ابدا عن احداث شيبويا، ده بالعكس ده هيزيد كمان. فانتوا ايه رايكم في اللي حصل؟ ولو عايزيننا نكمل الاحداث ونكمل السلسله دي زي ما قلت لكم ما تنسوش اللايك وتقولوا لنا في الكومنتات. شوفوا الفيديو ده لو عايزين تعرفوا ايه اللي بيحصل في اخر فصل بقى من جوجيتسو كايسن، او شوفوا الفيديو اللي هيرجحه لك اليوتيوب دلوقتي. وما تنساش تكون مشترك معانا عشان يوصل لك كل جديد اول باول. شكرا ليكم، وكان معاكم نرد الانمي.